رجعنا لكم مشاهدين الكرام، ووصلنا لمحور حلقتنا اللي أنا نوهت عنه بداية الحلقة وقلت لكم محور شيق وهي مواضيع راح نستمتع بها. فاليوم يمكن أغلب المرات اللي نتحدث فيها عن الطبخ وعالم المأكولات بأنواعه كان المتحدث عن هاي التفاصيل هو رجل وليس امرأة، لكن اليوم أكو شابة عراقية جميلة جدا اسمها أماني وليد دخلت بعالم الطبخ وحبت هذا العالم طبعا، وصارت شيفة محترفة الأكلات الشرقية رغم كون دراستها الأكاديمية تختلف تماما في عن مجال الطبخ اللي هي أصلا به حاليا. فهواية تفاصيل شفنا وشفنا محتواها اللي هو على اليوتيوب وطريقة تعلم الطبخ، احنا اكيد حابين نشوف اشياء عن وصفاتها، بالإضافة لهذا احنا حابين نشوفها ويانا بالاستوديو. هي موجودة ويانا، بس قبل ما نسولف وياها ونرحب بها عندنا فيديو خلونا نشوفه. يعني هذا الفيديو اللي هو من ماكو فيديو، تمام اوكي. خلونا العاد نصبح عليها ونشوف شنو الاشياء، وعندنا هوايه مواضيع وسوالف راح نسولف وياها. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، نورتي. شنو الجمال حياتي، هاي كل الناس اللي تطبخي شي حلوه. اكيد مو بجمالك حبيبي، تسلمي، نورتينا. انا اريد اعرف بالبدايه انه انت خريجه تربيه. نعم. شلون صار هذا الاتجاه، هذا التحويل للطبخ؟ اريد تسولفي لي عن هذا الموضوع. حبي للمطبخ منذ الطفولة. زين. يعني شغفي للمطبخ ما يفارق مخيلتي. اوكي. يعني لازم كل امرأة عراقية تكون تحب المطبخ، تجدد، نبتعد عن الشغلات التقليدية مثل التمن والمرقة والتبسي، لازم نطور من نفسنا، نجدد من نفسنا. زين. زين، مو بس بالطبخ، بالطبق نفسه، لازم بالطاولة يعني كاملة. كاملة، اي صح. زين، هسه انت حكيتي عن موضوع انه انت يعني معناها انت كان شغف عندك. شغف. نعم. فعفتي التعيين ورحتي لهذا الموضوع. زين، اليوم انت انتميتي لجمعيه الطهات. نعم. العراقيين، صح؟ اي نعم. زين، قبل ما توصلين هاي المرحله كان اكو تشجيع من الاهل، من الاقارب، من الاصدقاء؟ طبعا اكيد، ماما وبابا وخواتي وخالاتي ويعني كل المقربين الي. شلون خطيتي هاي الخطوه؟ شجعني. اني كنت صغيره هيك احب الاكل، امي كلش تطبخ طيب. زين. فاني كظل اتعلم منها هيك، بابا عليا وهيك. تمام. فبديت اسوي اكل، وابويا شجعني، امي، خواتي، كل المقربين، زوجي. بديتي تسوين اكل. نعم. زين، هنا انا اريد اعرف اول طبخه انت طبختيها بمشوارك. اول طبخه؟ اي. عمري 12 سنه. زين. أي. صغيره كنتي كلش. اي صغيره كلش. العمر كله انت لحد الان صغيره اكيد. تسلمين. اول طبخه شنو تذكريها؟ اي طبعا. شنو؟ منابير. منابير. زين، مو هالباكي ها اللي هو منبار، ممكن هاي اختلاف التسميه من محافظه لمحافظه. أي بالضبط. زين، شلون فهميني انا بعرف هاي التفصيل شلون. بيبيتي مره شفتها هيك مسويه منابير، فضقتها فشي يعني ما ضايقتها اني. ضقتها عجبني. زين. فورا هيك اسبوعين هيك قلت لها ماما جيبي لي هاي المواد، انا لازم اسوي هاي الاكله. كنت تعرفين كل اي اني هسه انت صدمتيني بالموضوع، لانه واحد من يبدي بالاشياء ممكن السهله، ممكن تمن، مرق، حتى ممكن قوزي روحي ممكن هم سهله، لان هو تمن ولحم ومرقة. بس انت راسا رحتي للمنبار، يعني هاي مو يعني شويه مجازفه ونجحت من اول مره. انا قلت عمري 12 سنه نجحت عندي المنابر، طلعت كلش طيبه. كل شيء نجحت، كل شيء كامل، المعايير المقاييس مالتها. اي بالضبط بالضبط. زين، دخلتي وراها انت للعالم الطبخ وهذا الموضوع. نعم. هسه نجي لتفاعل الناس، كان ايجابي وياك من البدايه؟ اي الحمد لله ايجابي. احنا نعرف دائما اي شخص يدخل على السوشيال ميديا او اي مكان يحصل ممكن انتقاد، ممكن تنمر، ممكن تعليقات سلبيه مزعجه، انت شلون كانت رده فعل الناس؟ الحمد لله تعليقات ايجابيه، لان انا بديت بدايه يعني من طلعت في السوشيال ميديا كنت انا قبلها الا طاقنا الاكل بالضبط، يلا طلعت. زين، يعني كل الاكلات كنتي تعرفين تطبخيها؟ اي الحمد لله، الشرقيه اكثر. الشرقيه. زين، هسه انا سالتك عن اول اكله وقلت لي منبار. يعني هسه انا اكو سؤال عندي، ما اعرف اذا اساله او لا. لانه انت رايحه راسا على الصعب. اكو اكله سببت لك عقده نفسيه؟ ما ضبطت؟ لا. ابد ابد. الغربي ايه احتمال، بس الشرقي لا ابدا. يعني ابد ابد ابد. زين، احنا دا نشوف صور، يعني ما اعرف ليش هيك يا اماني، يعني من الصبح دا تجوعيني وجوعين المشاهدين. هاي الاكلات الشرقيه، تمام؟ اشرحي لي عنها. هذا قوزي؟ هذا قوزي. ايه. ايه.
هذا على طريق البخار يعني مو سلق يكون زين. هذا نص طلي. نص طلي ليش هيك اواني؟ واطبخ طلي عادي. زين زين. هذا مندي. مندي اي مندي لحم. هذا مندي لحم بالضبط. زين. هذا مندي دجاج. هذا مندي دجاج. هنا انت مو بس مهتمه بالطبق، اكو اشياء اضافيه ويا الطبق ايضا انت مهتمه بيها. ما هي لازم بيها. دا اقول لك هي انه هاي مقلوبه بطريقه مختلفه، اللي يكون احنا عاده المقلوبه متعلمين عليها انه باذنجان وهيك ولحم ما ادري شنو هاي الحشوات الداخلها، بس زين. هاي طريقه مختلفه يعني ملفوف باذنجان داير ما دايرها. زين هي هذه هي ليش هيك؟ طبعا لو اسولف لك الكنترول ايش يصير بي على الصور اللي دا نعرضها احنا. هذا كنتاكي بالكورن فليكس، هذا بالفرن. هذه طبعا المخرج احنا اصلا عندنا طباخ ماهر يعني ما شاء الله الاكل يسوي، فدا يقول مبين من الشكل الاكلات جدا لذيذه. شكرا. زين بس يقول لازم نجرب. لازم تجربي. اي طبعا انت المفروض ما تجين تجيبي لنا صيف مندي وياك. بس من الصبح ان شاء الله. زين هسه رجعنا على الاكلات القتيلي الغربي سببت لك عقده. زين اكله ما ضبطتيها من اول مره؟ ماكو من اول مره راسا ضبطتي هاي الاشياء؟ بالعكس اضبطها يمكن اكثر من اسويها وراها. ها يعني اول مره هي تطلع عندك المقادير الصحيحه. زين اليوم احنا شفنا هسه شفنا ترتيب الطاوله والاشياء الاضافيه اللي هي بالاضافه الى الطبق الرئيسي، وهذا اليوم صار مهم كلش لست البيت الشاطره اللي هي لازم تكون سفرتها جميله، جميله بالمحتوى ايضا جميله بالشكل. نعم. فاني اريد اعرف اليوم شنو الفرق اللي شفتيه بين ست البيت الشاطره وبين الطباخ الماهره؟ الطباخ الماهره تطور من الاكله نفسها، ست البيت يعني تسوي حتى لو اكل طيب بس هو تقليدي. ها زين شلون اليوم نتخلص من الموضوع التقليدي؟ باليوتيوب موجود يعني انه دراسات ويوتيوب وهيك واحد يبحث. زين اني هسه انت موجوده بجمعيه طهات العراق. اي نعم. بالاضافه لهذا انت تحبين الطبخ واكيد انت متابعه، وهسه نصحتي انه اللي تريد تتعلم ممكن تتعلم من خلال اليوتيوب. اي اكيد. منو عرابك انت بالطبخ؟ شيف محمد السوادي طبعا تحياتي له. اي فهو عرابة يعني هو رئيس جمعيه طهات العراق. اكيد يعني تحياتنا للشيف محمد. اليوم هو انت وهوايه اني اعرف ناس يعتبروه انه هو رقم واحد بهاي التفاصيل. مسيرته الطويله بالطبخ. شنو الاكله اللي تعلمتيها منه؟ الاكله اللي تعلمتها منه الدولمه. دولمه مش انت يعني كانت شويه صعبه عليك لو انت تسويها بطريقه مختلفه؟ ما هو يسويها بطريقه واني اسويها بطريقه. اذا انت ما مكستي بين طريقتين طلعتي طريقه جديده؟ طلعت طريقه جديده. زين. هو استغرب قلت له انا دولمه احط لها هيك كاتشب مايوني كاتشب وخردل ودولمه اي قصاص ومعجون ونارنج وهيك. قال لي لا هاي شنو هاي ما يصير هيك الدولمه. زين قلت له اوكي يلا نجربها. جربها. زين فجربها كان عندنا بازار كنت مشاركه بين اي فجربها وعجبتها كلش يعني حب الاضافات. اي حب الاضافات. زين يعني كان متفاجئ شنو كاتشب شنو خردل شنو هذا الحكي. اي صح واني هسه تفاجئت امانه. لا لازم من الطوقي. اي لانه احنا نعرف الدولمه ممكن تجي الحمراء واكو نص يسويها الصفراء. اي فهاي الاضافات احنا نعرف الدولمه هي ستاندر يعني خاصه اللي ببغداد خلينا نقول بالفرات الاوسط. فانت هاي الاضافات زين شلون استنتجتي هاي الاضافات؟ من خلال يعني تجاربي مره مرتين حبيت اضيف يعني اضيف انه نجحت استمر عليها، ما نجحت انه خلص اوقف. خلص ممكن ما هي لازم ما نمشي على الطريقه التقليديه بحت. صح لازم نغير. ضد التقليدي على فكره. زين هسه خلينا نجي للاكلات الاساسيه. زين. هي الدولمه احنا ذكرناها، نجي للقوزي، القوزي شنو الاضافات اللي ضفتيها عليه؟ القوزي سويت على طريق البخار اللي هو يسوي يعني على طريقه البخار. زين. بس المكونات ممكن. المكونات. شنو اللي ضفتي انت؟ هسه احنا نعرف مكونات الاساسيه البهارات. البهارات وضفت بطريقه انه اول شيء ما احط له زيت، انه اشوحه وراها احط استكان كركم ومي بس واشبعه اخلي لونه يصير اصفر مثل ما شفتيه. زين زين وراها يلا احط البهارات واحط الزيت واحط له يعني مي وعلى البخار خلاص تعوفي. كم ساعه ممكن يبقى؟ ثلاث ساعات. هذا احكي لك الكيل ثلاث ساعات. أي. بس الطلي ست ساعات. ست يعني الطلي كامل. اي ست ساعات.
لازم تتركيه على المناصي بحيث شنو يعني اللحمه تنفصل عن العظمه. اي خلاص بعد تسرسح اللحمه خلاص. زين شنو طموحك الاكبر مثلا انه غير هسه الاكلات الشرقيه او غير مثلا هذا الموضوع، شنو ببالك اللاين اللي بعدها؟ المطبخ الازدواجي اللي يجمع بين الشرقي والغربي. زين بين مثلا القوزي والسباجيتي، يعني جمع بين المطبخ العراقي والمطبخ الاسباني. ممكن هنا ممكن تسوين انت اكلات من اكيد من عندك يعني تبتكرين؟ اكيد مبتكره اكله منا مبتكره، وان شاء الله شيف محمد السعودي دا يذوقها وعليها دراسات، وان شاء الله يعني كم يوم وتطلع تنزل ممكن. اي جيد اذا تنزل. فاحنا اليوم نشوف زين موضوع خلينا نقول المطبخ المزدوج، زي موضوع الحلويات مناوية تروحين لهذا اللاين؟ اكثر شيء متخصصه بالشرقي. ابد ما فكره. اعرف تعرفين تسوين هاي الاشياء؟ اعرف اكيد. اي اعرف بس انت هواي الشرقي تحبين الشرقي. زين تحبين الشرقي، وين الاكل يروح؟ قد وزنك؟ انا اكل هوايه 55 يعني ما مبين عليك. زين هسه انت هيك تتخيلين عالم تسمن وانت محافظه على وزنك. احنا دا نشوف هذه الصور ايضا، بس حابين شويه هذا الحلو. خشخش. الله 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 الحلويات الجميله. هذا جلي قالب بالسيليكون وبكرز ونستله. هذا كرات التمر والراشي ومحشايه بداخلها مكسرات. هذا حلى الاوريو. زين هاي هنا احنا قلنا رحنا الجانب قطايف. الحلو هاي القطايف. اي ويا المحلبي. محلبي هاي زين الصينيه مال الفواكه. هاي ايش قد اخذت منك وقت؟ ما تاخذ هوايه يعني. هنا انت بين بين الشكل والترتيب وبين الفواكه هي محتواها نص يعني اصلا. فهنا شلون صار هذا الموضوع؟ احنا نعرف هاي ممكن نشوفها بس امانه بس بالمطاعم، صعب على ست البيت تسويها. انت تعرفين بس اليوم انت مسويتها بسلاسه اعتقد قلتي انت. نص ساعه سهله. نص ساعه اختي ساعدتني وياها يعني كانت جيد. زين هسه احنا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيك وانت تستخدمين المخبوزات او العجين اغلب طبخاتك، اكو سر بهذا الموضوع؟ لا يعني العجينه تدخل باكلتي يعني يمكن او ثلاثه او اكثر. زين بالقوز الشام. ايه تمام. بالبردبلاو مرات هذا عروق مو عروق مصلاوية. سوري ايه شنو؟ خبز عروق. خبز عروق. ايه ايه صح. زين انا اريد اعرف منك، انت هسه ذكرتي لي موضوع العجينه، اليوم العجينه ما تنجح بسهوله عند ست البيت، يعني نعرف ممكن تصير مطبات بهذا الموضوع. المطبات هي انه لو نوعيه الطحين مو كل زينه، لو الخمره انه مو زينه. زين المقادير مو صحيحه. من نسوي المقادير صحيحه والنوعيات اللي نستخدمها زينه خلاص. زين شنو اسرار انا اريد تنطيني او الوصفه الصحيحه للعجينه؟ طحين. لازم نوعيه زينه. لا اي زين طحين ملح مي بس خمره. زين اذا تريد مطيبات حليب ممكن نضيف لها وخلاص. ممكن ايش قد تنترك حتى خلص. تكون صحيحه بس لا اكثر ولا اقل يعني؟ لا اكثر ولا اقل. معناها هنا تكون العجينه ناجحه. نعم. زين اوكي الاخطاء اللي ممكن وحده تسويها بالعجينه شنو؟ ما دا اقول لك هي اللي نوعيه المواد اللي نستعملها والمقادير لازم تكون صحيحه. المقادير لازم تكون مضبوطه. زين احسن مكان تاخذين منه بهارات وين؟ خلينا بقول لكم معلومات. هذا موضوع حلو. ايه طبعا انا اروح للشورجه اشوف البهارات تكون مفتوحه. زين. هذا الشيء غلط مو صحيح. زين لان البهارات بها زيوت طياره وبها روائح الطير، يعني ما راح نستفاد منها. لازم البهارات نحفظها بفتشي محكم. فاني اخذ بهارات الخام اللي هي صحاح الصير واطحنها بالبيت رأسا استعملها. يا عيني على هاي الاسرار. معناها انت هنا تاخذين الاشياء اللي انت تسويها. زين هاي ممكن تاخذ وقت؟ اي لا ما تاخذ وقت، هي دقائق يعني. زين للسهوله ماكو شخص ممكن يكون عنده اشياء ممكن واحد ياخذها منه موجود بالشورجه؟ ما هو دا اقول لك مثلا هسه بعض العطارين يستخدمون الخلطات مال البرياني والقوزي والى اخره. زين هذا الشيء غلط. معناها الاكل اذا البرياني سوته يعني كلهم حيطلع نفس الاكل، وين الاختلاف في الموضوع؟ صح
زين، فلازم كل واحد والشيف اكثر شيء يعرف انه كل شيف له نكهته الخاصه، له طعمه الخاص، فلازم يعني ياخذ بهارات. زين ماكو بهارات ممكن هي نقدر نقول عليها ترند موجوده بكل الاكلات نقدر نضيفها؟ لا ابد ابد، كل اكله لها شيء خاص. اكتشفتي بهارات معينه ضفتيها الاكله وطلعت بيرفكت، طلعت يعني كلش جيده ورائعه؟ قوزي. ايش خليتي له؟ جوست البوا. زين كبابة. زين قرنفل. هذا نغيرا بس اضافا اضافه جميله طبعا. زين اليوم اكيد احنا هسه دا يشوفون الاكل هم كلش اي متاكده هم كلش جاعوا. اي كلش جاعوا. هسه انا راح اتعبك شويه تمام حبيبي. اللي اريده منك اريد وصفه سريعه عن اكله شرقيه سريعه ممكن تصير. شرقية؟ اي ممكن تصير بسرعه. زين انت شو تحبين؟ والله انا كل شيء اكل، كل شيء كل شيء احب. اي ممكن. يلا قوزي. تمام القوزي هاي طبعا منابير. زين منابير راحت صورتها، اتمنى تعيدوا لي صوره المنبار. تحبيها؟ يعني صراحه انا اي من الناس اللي احب الباتش واحب الاشياء المتعلقه بي. انا هم. زين هسه راح نعرضها مره ثانيه لصوره المنبار. هسه انا اريد وصفه سريعه للقوزي. قوزي تمام. قطعة اللحم ما راح احكي لك بالغرامات والمقادير وهيجي، لانه حسب الرغبة. اكو يحبون بهارات هواية، اكو ما يحبون بهارات هواية وهيجي. زين قطعة لحم تجيبين تبسيط تشوحيها على النار. اوكي. استكان ب 2 كركم. زين ومي، مي شوية يعني باستكان تخوطي تحطي لحد ما يمص اللون، اللحماية تمص اللون الاصفر. اوكي. تاخذها تصير لون ذهبي. نحط البهارات الاصحاح اللي هي الكركم. أيه. والكاري والقرنفل وجوزة البوة كبابة دارسين هيل نون بصرة. زين تمام نحطها وراح نحط الزيت. اوكي. ايش طريقة مختلفة؟ احنا بالبداية كأنه القوزي سوى اول شيء الزيت. الزيت صح. تمام تحطين الزيت تشوحيه طبعا ويا بصل ويا بتيت اصحاح. احنا انا ممكن حسب اللي تريد. بالضبط هم اي شيء يريدون. تمام وراها نضيف على كل كيلو كوبين مي بس. زين نغلفها بالسيليفون ثلاث طبقات او طبقتين. أيه. وندخله للنار. نشغل النار عالي عالي. أيه. الفوق والجوا. أيه. نص ساعه. تمام. وراها نسد الفوق نبقي على الجوا نص ساعه ونخلي ثلاث ساعات. نصين ونخلي يعني هنا معناها راح يصير اربع ساعات عندنا. نص ساعه بنص ساعه ثلاث ساعات. ساعتين ونص. ساعتين ونص يلا مو مشكله خلاص بعده بالف عافيه. زين. أيه. رجعت صور المنبار عندنا مره ثانيه خلونا نشوفها. هذه هاي المنبار واللسان مال هوش. هاي اكله يعني انا همش مسويتها جديده. زين ليش ما مسويه مخ؟ انا احب المخ وياها موجود موجود بالباكه بس ما مصورتها. زين زين يعني عاشت ايدك. هاي من الاكلات اللي احنا نعرف صعب تسويها ست البيت لانه يراد لها هوايه اشياء بالاضافه لهذا مو كل الناس تتقبلها. ف عاشت ايدك والف عافيه. قلنا اكيد راح ناكل من ايدك. اكيد اكيد. زين هسه احنا حكينا عن الاكله الشرقيه، حلويات شنو اسرع وصفه ممكن تسويها انه اجاها خطار فجاه ولازم تسوي حلو؟ اي كنافه. كنافه اسرع شيء؟ اي هاي ليش هيك؟ هو محلبي والشعريات جاهزه يعني. زين كل السهل. اي الشعريه مال الكنافه. زين نحطها بكاسه وياها زيت مو زيت سوري زبده. أيه. ونظل يعني نفتتها نفتحها لحد ما انه كلش كلش تنضبط. اوكي تمام تتجانس زين نحطها على جهه نسوي المحلبي اللي هو حليب ونشا ومي وهيل ومي ورد يعني هيل ومي ورد حسب اللي يحبون. نظل نخوطها نخوطها على النار يعني ابد منعوفه حتى لا يكتل. زين زين نجيب بايركس نحط نص الشعريه نقسمها نصين الشعريه كامله نقسمها تمام. نصين نحط نص نصفطه ونضغطه. وراها نحط المحلبي فوقها جبن بلية طعم. انا زي. بس شو اسمه اي هاي السحبه مال الكنافه. اي حلوه ما ادري دازت لكم الكنافه ولا ما ادري اكو موجود عندنا كنافه عندنا مجموعه مال الحلويات. تمام. تمام اوكي. وراها النص الثاني همين نحطه فوقها ونضغطه. اوكي ندخله بالفرن 30 دقيقه. احنا مسوين لازم القطر اللي. أي. هو شيره. اي كوب شكر ونص كوب مي
بس هاي الشيرة؟ اي بس. اوكي. ولازم تصير خفيفة ما تصير قوية. واذا تحبين مثلا مي الورد تحبين الهيل ماكو مشكلة. نخوطها على النار من تكون خفيفة. نطلع البايركس ندير الشيرة. لازم الشيرة اذا كانت القطر بارد لازم الكنافة حارة. كنافة حارة. وبالعكس. وبالعكس اي. تمام. وتطلعها واذا تريدين تزينيها بفستق حلبي. زين. هسه انت شرحتي لي الف عافيه. اي هسه انت شرحتي لي هاي التفاصيل. انا اللي اريده منك ممكن نصائح تقدميها اليوم ست البيت العراقيه بالمطبخ، اشياء اساسيه يعني ممكن. ما هو دا اقول لك لازم تبتعد ست البيت على الشغلات التقليديه، التمن والمرقه والتبسي، انه لازم تبتكر هي اكلات. شايفه اليوم يعني سوينا اكله انه فشلت ماكو مشكله، المره الثانيه حتنجح، المره الثالثه حتنجح بالمحاولة معناها. بالضبط. يعني هاي أهم نصيحة تنصحيها. أكيد أكيد. يعني واحد لي شايف أنه نسوي شغلة وتفشل تتحبط معنوياتك، أنه هي لازم ما تيأس. صحيح. شكراً لك أماني. حياتي. نورتينا. شكراً. شكراً على هاي التفاصيل حلوة. وإحنا أكيد أنا هسه بجو أنا أطلبك أكل مالي علاقة. لا تدللي. لازم. لازم. وعاشت إيدك وأكيد نتمنى لك كل التوفيق. شنو طموحك بالمستقبل؟ الخطوات الجاية اللي عندك شنو؟ خطوات جاية ان شاء الله يعني مطعم فتح. كل التوفيق لك، اكيد احنا اول الداعمين لك. ان شاء الله. كل التوفيق يا رب لك بكل المجالات. اكيد مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه محورنا، بس احنا لازم نشوف فيديو خاص باماني. خلونا نشوف هذا الفيديو. اهلا بكم طبخه اماني بحلقه جديده. اليوم اكلتنا يمنيه اللي هي مندي دجاج. احتاج للمندي دجاج، تمن، وصلصتين، الصلصه البيضاء والصلصه الحمراء، الحمراء اللي تصير حاره والبيضاء اللي هي بارده. نجي اول شيء على الدجاج، نحتاج كيلو و400 دجاجه او انتم حسب الرغبه ايش قد ما تريدون، ايش كم عدد. انا عندي الكميه اليوم تكفي اربع اشخاص. نحتاج دجاجه كيلو 400، راس بصل، حبه ثوم بصره، اثنين ورق غار، واحد دارسين اللي هو القرفه، أربع حبات هيل، ثلاث حبات كبابة، ثلاث حبات قرنفل، وبهارات المندي اللي تتكون ملعقة من شاي ملح حسب الرغبة، ملعقة فلفل أسود، ملعقة كاري، ملعقة كركم، ملعقة صبغ اللوزينة على مود اللون فقط. نحتاج مكعب من الماجي، وكوب من زيت الزيتون، وكوبين عصير طماطة، بالإضافة إلى ليمونة. نقدر نستبدلها بخل ابيض، همني وخرز زفره، وهمني ينطي طعم، انتم بكيفكم. وتقدرون وتضيفون فصين ثوم. هسه حنتبل الدجاجه ورا ما غسلناها بالماء والملح والخل. نضيف عليها البهارات المطحونه اللي ذكرناها، اللي ملح، فلفل اسود، كاري، وكركم، وصبغ اللوزينه على مود اللون. نضيف البهارات الاصحاح اللي هي النوم بصره، ورق الغار، الدارسين لهين. ونضيف ورا البهارات ايش حضيف؟ حضيف كوب هذا الحجم زيت زيتون على مود تتماسك البهارات. زيت الزيتون يخلي الدجاجه طريه. نضيف عليها البصل المفروم ناعم، او انتم حسب الرغبه تحبون ترموه ناعم او مو ناعم، هو ما راح ياثر. واحد ادخل بالفرن. حضيف عصير ليمون، ههرس الثوم، فصين ثوم ههرسه واحطه فوقه. اقل شيء تتبل ساعتين، ويكون افضل اذا كان متبل قبل يوم بالثلاجه. اضيف مكعب الماجي، حضيف عصير الطماطه، طبعا عصير الطماطه كوبين بدال الماي، عصير الطماطه والزيت زيتون كلش طرون الدجاجه. واللحم همينه، اذا حبيت تسوون مندي لحم نفس الخطوه بالضبط، بس انه يستوي اقل. ورا ما تبلنا الدجاجه ساعتين راح نجيب تبسي وورق تليفون. ثلاث قطع نحتاج. اول قطعه تكون لي جوا، نحط الدجاجه هاي الطريقة، ونضيف الصلصة اللي هي عصير الطماطة وزيت الزيتون
والتتبيله. هيك يصير شكل الدجاجه، تتبيله نصها يعني مغطيه نص الدجاجه، لان حتستوي بطريقه البخار. راح نجيب قطعتين سيليفون يكون اللماعي اللي جوا والطافي اللي فوق على متوسط الحراره احسن. وهسه يكون جاهز، حندخله للفرن. نقدر نحطه نص ساعة فوق جوا على درجة حرارة عالية اللي هي 250 درجة مئوية، وورا نص ساعة راح نطفي الفوق ونشغل بس الجوا على درجة حرارة 180 درجة، تركه ساعة ونص تكون الدجاجة جاهزة. هسه نبجي نسوي التمن. احنا التمن طبعا غسلناه ونقعناه اقل شي نص ساعة، حطينا زيت، حننتظر يحمى الزيت. حنضيف البصل، ضفنا راس البصل وحطينا له ملح على مود يذبل البصل، ننتظره لحد ما يصير لونه اشقر. وهسه راح نضيف البهارات على مود تحمس، من تحمس البهارات حينطي نكهه كلش طيبه. وهسه راح نضيف فلفل اخضر مقطع ناعم. هسه راح نضيف الطماطه، قشرناها وقطعناها ناعم، قشرناها اهم شيء تقشروها تقطعوها ناعم. طماطة آخر شيء، لأن الطماطة تستوي أسرع شيء تذبل. إذا ما توفر عندكم البهارات الصحاح تقدرون تبدلوها ببهارات باودر، ماكو أي مشكلة. هسه ورا ما حمس البصل والفلفل الأخضر والطماطة والبهارات، راح نضيف التمن ورا ما غسلناه نقعناه حوالي 5 أكواب تمن. ورا ما ضفنا التمن حنضيف الماجي ونظل نقلب به حوالي 3 دقائق 4 دقائق. طبعا التمن ما راح نعوفه، حنظل قلبه بهاي الطريقه لحد ما نشوفه اخذ النكهه واخذ اللون. راح نضيف له هسه المي. عندنا 5 أكواب تمن حاليا، يعني نضيف له اذا بسمتي ومنقعته قبل نص ساعه فحضيف له 5 أكواب مي. وهسه مثل ما تشوفون ضفنا المي على التمن، شويه غطاه. راح ننتظر يفور فوره فورتين، يلا نقبغه. وبهيج فار عندنا التمن، هيجي راح نغطي ننتظر المي لحد ما ينشف، بعدين نصي ونخليه على الهدايه. هسه حنسوي صلصات المندي الحمراء والبيضه، حمراء تصير حاره والبيضه بارده. وهسه حنجيب طاوه نسوي الصلصه الحمراء، نضيف شويه زيت زيتون. ورا زيت الزيتون حنضيف فص الثوم نهرسه نحمسه، نحمس المعجون ويا الثوم، نضيف عليه الكاتشب. هسه نضيف الطماطه ورا ما قطعناها وقشرناها ناعم، حنضيفه ونحمسه. ننتظر الطماطه تذب ميها شويه تنحمس، ورا ما نشف هيك طريقه يعني ما بقى ولا شويه مي، حنصير احطه على مهدايه، ننتظر ربع ساعه ويكون التمن جاهز. ورا ما صارت الطماطه بهذا الشكل راح نضيف ملعقه كوب شكر، اذا تحبون تستبدلون الفلفل الاحمر، تحبون بالشطه مو مشكله. حنضيف الليمون، ملعقه اكل ليمون. اخر شيء راح نضيف الفلفل الاخضر قطعناه ناعم، شويه نحمس الفلفل الاخضر. ليش هالمره ضفنا الفلفل الاخضر ورا الطماطه؟ لان احنا نريد بنكهه الفلفل الاخضر، فمن راح نحمسه هو الفلفل الاخضر. هاي الطريقه. راح نضيف هسه كوب مي، وهسه ضفنا المي راح تصير بهاي الطريقه. راح نصيها لحد ما ينشف ميها تصير تخينه وتكون جاهزه. وهسه راح نسوي الصلصه البيضاء اللي تتكون من كوب لبن اي نوعيه بس المهم محامض، كوب لبن، فص ثوم، رشه ملح، رشه فلفل اسود حسب الرغبه، ملعقه طعام راشي، ملعقه مو اكثر حتى يبقى لونها ابيض، ونص ليمونه او اقل حسب الرغبه. سنضيف الليمون، نضيف الراشي ونخبطها. احنا ما نريد لونها كلش يتغير مثل الطحينيه، احنا نريدها تبقى بيضه. فص الثوم، ورشه زيت زيتون قليله. ورا ما كملنا الصلصه البيضه صارت جاهزه، راح نشوف الفرن.
وهسه نتاكد ان الدجاج استوى. هاي الطريقه راح ندهنها بزيت زيتون ومعجون وصاص كاتشب وملح وحامض. هسه نرجعها للفرن، نفتح الفوق، قلت لكم لمده 3 دقائق تقريبا الى 5 دقائق. هسه نجيب التمن نحفره من الوسط، نحط قطعه سيليفون ونجيب الفحمايه ورا ما حرقناها، ونضيف عليها الزيت حتى تاخذ الطعم فحم، ونعوفه 5 دقائق الى 3 دقائق لحد ما التمن ياخذ ريحه الفحم. نجي نطلع الدجاجه من الفرن، نفس اللي سويناه بالتمن راح نسويه بالدجاجه. وهسه حطينا مكان للفحمه، نحطها ورا مستوى الدجاج يعني نكسر لي فوق. حنحط الزيت ونغطي راسا بورق سيليفون او اي ورق تحبوه، او تحبون تغطوه بصينيه باي شيء عندكم، المهم يتغطى ياخذ الريحه. زين عوفه دقيقتين. وهسه حتى التمن يصير لون برتقالي راح نضيف له صبغ غذائي. ورا ما شلنا الفحمه حنديره بهاي الطريقه ونقلبه. صار بهالطريقه التمن لون برتقالي. وهسه نجيب صحن التقديم ونجيب خبزايه ونحط البقع بالدجاج، سوب راح نضيفه، سوب وزيت الزيتون. هسه نجي ندير التمن، وهيجي يكون طبقنا جاهز لهذا اليوم، المندي ويا الصلصات البيضة والحمراء، واكيد اكيد ويا المندي الشراب المفضل هو اللبن المثلج.